حلوه يا استاذ. التفتوا لي، تعالوا معنا الى الشيخ الصدوق. التفتوا لي يا اعزائي، هذا الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات للشيخ الصدوق، صدوق تحقيق وتعليق مؤسسة الإمام الهادي، صفحة 304، هذه عبارته. يقول: أنهم اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم، هسه الملائكة خارج هذول، أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا، لا يعصون الله ما أمرهم، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. يعني ماذا؟ يعني لم يعرف الأمة، يعني مقصر في حقهم، يعني يخرج من بطن أمه حال من أحواله، هو ماذا؟ معصوم. قبل البلوغ معصوم، حين البلوغ معصوم، قبل الإمامة معصوم، بعد الإمامة معصوم. التفتوا: ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. يعني من لم يقل برأيه فهو شنو؟ جاهل بمقام الأئمة. جيد جدا أعزائي، بيني وبين الله، تعالوا مباشرة إلى الشيخ المفيد لنرى أنه يقبل هذا الرأي أو لا يقبل هذا الرأي، بعد أن ينقل عبارة من؟ عبارة الشيخ الصدوق في صفحة 130. يقول: والوجه، يعني اعتقادنا المختار عندنا في صفحة 130 من تصحيح الاعتقاد، والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة. يعني بعد النبوة والإمامة فهو ماذا؟ كامل في العلم والعصمة. ونتوقف فيما قبل ذلك. لو سألنا واحد قبل الإمامة معصوم لو مو معصوم، الشيخ المفيد ماذا يقول؟ يسكت، يقول لا أعلم. تقول يعني تنفي؟ يقول لا ما أنفي. تثبت تعتقد؟ يقول لا همتي ما أثبت. هذا ينطبق عليه كلام الشيخ الصدوق، إذن فقد جهلهم. بل تقول مولانا هذه إهانة آخر للشيخ. أب والله مو إهانة عزيزي، هذا بحث علمي، هذا البحث العلمي أعزائي. اطمئنوا أن الشيخ المفيد يحترم الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق أم يحترم ماذا؟ الشيخ. ولكنه لماذا الاختلاف العلمي يفسد في الود قضية؟ على أي أساس؟ قال: ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ لعله ليست أحوال، لعله لا ليست. ونقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم. يعني ماذا؟ يعني بعد العصمة وبعد النبوة. والغريب في هذا أن العلامة المجلسي عندما ينقل هذه العبارة من الشيخ الصدوق ومن الشيخ المفيد في المجلد 17 من البحار، المجلد 17 من المحار، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، تأريخ نبينا، الباب 15، ينقل العبارة ولا يعلق عليها بأن يرد ماذا؟ بأن يرد المفيد ويؤيد الصدوق، أو يقبل الصدوق ويؤيد ماذا؟ المفيد. يترك القضية، يقول: وسيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد في كتاب الإمام.